ولا كان دي نمبر 1؟ how many so we sweet or sweets as sweet are there? فاكرة يا كنزي لما أخدنا هاو ميني كام العدد لازم كنا نيجي ورا حاجة بتعدها، تكون سينجلر ولا تكون برولر؟ أي يا كنزي؟ سينجلر ولا برولر؟ الثانية. هاو مين الحاجة اللي بنعدها لازم تكون برولر جمع، يبقى نختار لها سويتس. طب يلا ياسمين نمبر 2، اكسلنت يا كنزي. There are two cats. Two cats، ليه اخترتي cats يا كنزي يا ياسمين؟ عشان فيها S. عشان فيها S وهنا R و 2، يعني أنا محتاجة إن أنا أختار cats. اوكي نمبر 3 يا قمر. There are four bananas. يبقى نختار مين يا عمر؟ bananas. bananas عشان are و four يبقى ده حاجات كتير. bananas. يلا يا سيف number four. ماشي. There is one lollipops ولا lollipop ولا cakes ولا cakes lollipop lollipop. اوكي عشان دي 1 يبقى لازم نختار singular 1 lollipop. اوكي نمبر 5. نمبر 5 زياد. There are 3 يا زياد. هي لا they are لا there. They are trees. Yes trees عشان they are يبقى حاجات كتير يبقى نختار trees. طيب يلا يا هاجر number 6. It's a flower. Yes, it's a flower. طالما singular مفرد يبقى لازم نحط a، حاجة واحدة لازم نحط لها a. Excellent يا هاجر. يلا يا سمي كنزي number 7. كنزي number 7. number 7. They are cards. Okay, yalla ya. Yes, me number 8. Number 8, Yasmin. There are 3 green frogs. Frogs, yes. معانا اللي هو البرونونز، بتقروا الكلمة كويس جدا وتشوفوا هنحط مكانها هي ولا شي ولا زي ولا وي ولا يو ولا هنختار ايه من البرونونز اللي عندنا. اوكي يلا نمبر 1 عندي بعد ياسمين. يلا عمر نمبر 1. تيتشرز. اوكي teachers هنختار لها ايه يا عمر؟
نختار هي ولا شي ولا ات ولا زي ولا وي ولا يو؟ زي. زي ليه زي؟ ليه عشان دي تيتشرز يعني عشان فيها اس. فيها اس. اوكي يلا يا سيف read number two. Number two. Apples. هختار it. ليه it apples؟ apples يا سيف. apples يعني كتير. وأي جمع يسألت ناخد إيه؟ are. are ماشي عشان هما بياخدوا إيه الأبلز؟ هتختار إيه بقى؟ زي. إيه يس يبقى أي جمع ياخد زي. أي جمع ياخد زي. يلا زياد number three. هاني and I. هاني and I. اوكي هتختار ايه؟ هتختار ايه؟ وي. وي يس. هاني and I بيبقى احنا وي. يلا هاجر تامر. هي يلا كنزي لو انا عندي نمبر 5 دوجز. دوجز دوجز اس هو مش عاوز از هو عاوز بروناونز يا كنزي يعني اي زي وي هي شي ات دول دوجز كتيره. اي حاجات كتير بنحط لها ايه يا كنزي؟ زي. يس يبقى دوكس نختار لها زي. اوكي يلا يا ياسمين نمبر 6 ريد نمبر 6 ياسمين ريد نمبر 6 ياسمين read number 6 ماشي read number 6 ما تتكلم يا ماما ماشي أه؟ انا اختار لها شي اوكي اوكي بول يلا يا عمر بول بول It. Excellent, يا عمر. سيف. Tooth. Tooth. My. مش my. Tooth يعني سنة واحدة. ده singular. مفرد. حاجة مفرد هنختار لها ايه يا زياد؟ يا سيف. حاجة واحدة. It. It. Yes. طيب يلا يا زياد. Number 9 أحمد وي وي أحمد وي هي يس يلا يا هاجر Number 10 Sister she Sister, she. Okay, ثواني. يلا يا كنزي. Number 11. Peppa. She. Peppa, دي بنوتة يبقى نختار لها she. Okay, okay, grade one. أنا هبعت لكم الورق ده عشان خاطر تكملوا حلهم. أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية أوكي باي باي جريد 1 باي باي